حول نسبة التغذية الصحية للأمراض للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد المستشار سي زيدوح. رئيس، السيد الوزير، زملائي زميلاتي المستشارين والمستشارات، يلاحظ السيد الوزير واحد تباين كبير سواء في بالنسبة للتغذية الصحية أو بالنسبة للمساهمات، سواء في الصندوق الإجباري على التأمين الصحي في القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا كيجعل واحد عدم المعادلة المالية ما بين الصناديق. ولذلك السؤال الذي نطرح اليوم هو ما هل هناك إجراءات من أجل الحفاظ على الحقوق والواجبات كذلك في كلا الصناديق؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار المحترم، كلمة لكم سيد الوزير للجواب على هذا السؤال. شكرا السيد المستشار المحترم، ذكر بأن لكي قلنا نقولوا هذا الحماية الاجتماعية هو القانون الإطار 21، وكذلك القانون 65/00 المتعلق بالتأمين الأساسي الإجباري على المرض. أظن أن كانت المحطة الأولى وهي أهم محطة هو تعميم هذه التغطية الصحية والتأمين الأساسي الإجباري عن المرض. واليوم الحمد لله كل مواطنين آخر نقولوا مرسوم لهذوك الناس، الفئة اللي ما كيدخلوا حتى ما كانوش كيدخلوا في الفئات الأخرى، حتى هما غادي يستافدوا اليوم وعندهم نقولوا وسيلة باش يوصلوا لهذا. بالطبع كاين تراكمات، كان القطاع العام عنده نقولوا اقتطاعات اللي كتوصل تقريبا 5%، كان القطاع الخاص اللي كان في التأمين نقولوا الخاص اللي كيوصل لواحد النسبة أو 6% هذا، وكاين الناس اللي كتدفع الدولة هي اللي كتدفع تقريبا 9.5 مليار في الدرهم. كما كتعرف الوقت اللي كيكون تعميم ديال هاد النظام نقولوا الإجباري للمرض كيتمشى على التضامن بين الناس اللي يقدروا يدفعوا 5% ولا 6%، المهنيين راه جينا نقولوا باسعار مناسبه اللي كيستافدوا بالسي بي يو. فالوقت اللي غادي يكون عندنا نقولوا معطيات مهمه يكون الجميع دفع هذاك نقولوا الاشتراكات ديالهم ويكون عندنا المعطيات، غادي يجي الوقت باش نعملوا دراسات اكتواريال باش نشوفوا شنو هي نقولوا سله العلاجات اللي خاصنا نوصلوا لها اللي غادي تمكننا من الاستدامه، وشنو غادي يمكن لكل فئه تدفع. فاليوم اهم حاجه هو الكل كيستافد من نفس سله العلاجات، ماشي الكل كيدفع نفس الشيء، ولكن راه حنا ماشيين في هذا الطريق. ما كانش عندنا هذه المعطيات، كاين شي واحد اللي عمره ما كان عنده هاد لا كوفيرتور ميديكال، فخاصنا نتعاملوا بهذه التجارب ويكون عندنا معطيات. واليوم راه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يعمل استثمارات مهمه جدا في هذا النطاق ديال الداتا اناليتيك باش يكون عندنا كل نقولوا المعطيات، يكون عندنا كل الارقام باش نمشيو تدريجيا نقولوا لا في تحسين الخدمات وكذلك في استدامه ديال تمويل ديال هذا الورش الاجتماعي المهم. كلمه لكم سيد المستشار المحترم في اطار التعقيب. شكرا السيده الوزيره. اولا هذا لا احد ينكر المجهودات اللي قامت بها الحكومه فيما يخص التغطيه الصحيه وجعلها بانه في جميع المغاربه دخلوا ولو كيستافدوا من هذه التغطيه الصحيه، وهذا عمل جبار ما يمكنش واحد اليوم يوقع فيه شي مزايده. ولكن انا كنتكلم السيده الوزيره هي بان اليوم حنا في اطار ما بين الصندوق الاجتماعي للتغطيه الصحيه سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص، حنا غاديين في واحد التوجه ديال وحدات الصندوق اللي غادي تكون فيه هي اللي غادي تسيروا. وهذا هو السؤال ديالي، تنقول كيفاش غيكون ممكن تكون واحد وحدات الصندوق وحنا كنعرفوا بان الصندوق الاجتماعي للقطاع العام كي نسبه الاشتراك ديالو 5% وبالنسبه للقطاع الخاص 6.25، وكنعرفوا في القطاع العام كذلك بان السقف ديال الاشتراك هو 400 درهم كما بغى يكون المدخول ديالو، وهذا راه خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، في حين بانه في القطاع الخاص ما كاينش سقف.
كما ان بان كذلك التغطيه الاستشفائيه كتوصل 90% بالنسبه للقطاع العام وتقريبا 70% في القطاع الخاص. السؤال المطروح اليوم هو بان واش بهذا المنظور غادي نكلينا نسهلوا لوحده الصندوق غدا، لانه غادي يؤدي واحد عدم التوازن المالي سواء خاصه فيما يخص صندوق ديال القطاع العام. ولهذا اليوم اللي قامت به الحكومه عمل جيد وهذا لا ينكر، ولكن لباحة الوقت باش نناقشوا بكل معقول وبكل منطق باننا باش نحافظوا على السيوله ونحافظوا على الموازنه على التوازن المالي لابد يكون عندنا واحد الموقف واحد النقاش مسؤول باش يمكننا نحافظوا على السيوله وعلى التوازن المالي ديال الصناديق. وشكرا سيدي الوزير. سيدي الوزيره مازال بضعه ثواني تفضلي. قول سيد المجتمع نتفقوا بان كما قلت هادشي غيمشي مرحله بمرحله، والسيد وزير الصحه اظن في اقرب وقت غادي يجي للبرلمان باش يقدم القانون ديال هذا نقولوا ادماج هذا الصناديق، وغناخذوا الوقت الكافي لان هادشي خاصنا نهيئوا له نقولوا باش نوصلوا لهاد الفئات اللي تكلمت عليها، ويمكن غادي نتابعوا هذا النقاش في الشهور المقبله ان شاء الله. في نهايه اعطي الكلمه لاحد المستشارين من مجموعه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، تفضلوا السيده المستشاره المحترمه. نمارس السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، نسائل كنا حول الإجراءات المتخذة لتحسين الدخل طبقا لاتفاق 30 أبريل 2022. كلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب. شكرا السيد الرئيس، السيدة المستشارة المحترمة، كما ذكرت في إطار تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي اللي تم في أبريل لسنة 2022 تم عدد من الإجراءات من أجل الرفع من الدخل. أولا نذكر بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب 10% 5% في 2022 و 5% في هذه السنة، كذلك في القطاع الفلاحي 15% على مدى سنتين. فيما يخص الوظيفة العمومية رفع الحد الأدنى إلى 3500 درهم، كذلك رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%. الحوار الاجتماعي لحد الآن كلف 9.2 مليار درهم، تمت برمجة تقريبا 6.7 مليار درهم برسم سنة ديال 2023. نذكر كذلك أن كانت بعض الترقيات كتنتظر، فتم تسوية هذه الترقيات تقريبا بمبلغ حوالي ديال 6 المليار، كذلك تمت تسوية ب2 مليار درهم في قطاع التعليم مستحقات الترقية لتقريبا فائدة 85 ألف موظف بهذا القطاع، دون أن أتكلم عن بعض الإجراءات اللي تمت في مراجعة النظام الجبائي فيما يخص الخصم الجزافي لبعض نقولوا الفئات. وشكرا. كلمة لكم سيدة المستشارة في إطار تعقيب. سيدة الوزيرة، في سياق استمرار موجة الغلاء الفاحش وتوالي احتجاجات الاستنكار وارتفاع الأصوات في مختلف ربوع المملكة المنددة بتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الفاحش الذي ضرب كافة مناحي الحياة والمعيش اليومي، يظل السؤال مطروحا حول التزامات الحكومة بخصوص تحسين الدخل المضمنة في بنود اتفاق 30 أبريل 2022. السيدة الوزيرة، تفيد المعطيات المرقمة التي تصرح بها الحكومة في العديد من المناسبات أن عائدات الضرائب المباشرة والغير مباشرة في تحسن مستمر، وأن مداخيل الفوسفات قد تضاعفت، وأن تحويلات مغاربة الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الهوامش المالية المهمة التي تحققت بفعل تراجع أسعار غاز البوتان وأسعار القمح اللين وانخفاض أسعار البترول، وتعتبر كل هذه الأمور مؤشرات إيجابية تبين تحسن الوضعية الاقتصادية ببلادنا، وتسحب من الحكومة حجتها التي تواجه بها النقابات حين ترفع مطلب تحسين الدخل. إنه من خلال القانون المالي لسنة 2024 يتبين أن الحكومة مرة أخرى تجاوبت فقط مع أرباب العمل
فيما أهملت مطالب الطبقة العاملة المكتونة بارتفاع أسعار في ظل جمود الأجور، كما أنها لم تدرج ضمن ترتيب أولوياتها التوجه إلى دعم القدرة الشرائية عبر تحسين الدخل. السيدة الوزيرة، خلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3,200,000 مغربي في عداد الفقراء، وهذه السنة ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.5%، وهو رقم لم تشهده بلادنا منذ أكثر من 20 سنة، بينما ارتفع معدل الأغنياء بأكثر من 22% خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد بوضوح أننا نتجه نحو المزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجتماعية. إن تدهور الوضع الاجتماعي وتدمير القدرة الشرائية بفعل استمرار غلاء المعيشة وعدم التحكم في نسب التضخم يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف الحكومة والتعامل معها بالجدية اللازمة، وذلك من خلال تفعيل اتفاق 30 أبريل 2022 في البند المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، كما أنه يتعين على الحكومة أن تتدخل لتعويض الخسارة الناتجة عن قرار مجلس المنافسة بخصوص مخالفات التفاهمات حول أسعار المحروقات، حيث ضيع على المالية العامة ما يقارب 34 مليار درهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعقب صدور هذا القرار أي إجراء يرمي إلى تخفيض أسعار المحروقات وفق ضوابط قواعد المنافسة. السيدة الوزيرة، إن بلادنا تشهد حالة من الاحتقان الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه المعارك الاحتجاجية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدءا بالمسيرات الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 والإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل، إلى المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها منظمتنا يوم 4 يونيو بالدار البيضاء، تعبيرا عن التدمر والغضب العمالي والشعبي من انهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع وعدم التزام الحكومة بتعاقداتها الاجتماعية. ونبغي نذكركم السيدة الوزيرة أن الحكومة تعاملت بشكل انتقائي مع هذا الاتفاق دون الاحترام جميع البنود اللي صدقت عليها. شكرا سيد الرئيس. كلمة لكم سيدة الوزيرة للرد. شكرا السيدة المستشارة. نتفق بأن يمكن كاين معاناة ديال المواطنين بسبب الظرفية والأزمات المتتالية، ما غنتفقوش على أن الحكومة ما احترمتش نقولوا الاتفاق اللي وقعته في أبريل 2022. كان مجموعة من الالتزامات، كانت لي تاريخ لتنزيل هذه الالتزامات، وحنا ذكرت بأن العدد الكبير منها تم التنزيل ديالو. بقاو النقاط اللي تكلمت عليهم على الضريبة على الدخل، قلنا حنا في إطار تنزيل القانون الإطار ديال الضرائب تكلفنا بالضريبة على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة لنحيد الضريبة على عدد ديال المواد الأساسية، وحال الوقت بأن نتكلفوا على الضريبة على الدخل اللي هو ماشي أمر سهل. وفي النطاق اللي تكلمتي عليه السيدة المستشارة، فاللي غنطرقوا لهذه الضريبة على الدخل، الهدف ديالنا وخاص نوع من الهندسة والتقنية باش يستافدوا منهم الفئات اللي حاجة في تخفيض هذاك الضريبة على الدخل، وما يستافدوش منهم الفئات اللي عندهم نقولوا المداخل عالية. أما فيما يخص المداخل الجبائية وغيرها من المداخل، فهو يجب على الحكومة أنها تطور هذه المداخل، لأنها هي اللي غادي تمكننا من تمويل الحماية الاجتماعية، من فتح نقولوا لي كريدي سوبليمونتير اللي عملناهم في 2020 و2023، فهذوك التمويلات كتمشي للمواطن البسيط، الفئات الهشه، في نطاق الحمايه الاجتماعيه والدعم المباشر. كاين هناك الاساس ديال الحمايه الاجتماعيه هي تضامن بين الفئات الغنيه والفئات نقولوا الهشه، والحكومه تسهر على هذا التضامن وعلى نقولوا حق المواطنين الضعاف.